أيضا مع جريدة الأهرام وخبر آخر، وبعثة الاتحاد الأوروبي تبدأ عملها رسميا، ورئيسها يؤكد لن نتدخل في الانتخابات الرئاسية وسنبقى على الحياد. أرسل الاتحاد الأوروبي بعثته لمتابعة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 26 و 27 من مايو الحالي، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية ولجنة الانتخابات الرئاسية. ووفقا لبيان صادر عن سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، يترأس البعثة ماريو ديفيد عضو بالبرلمان الأوروبي من البرتغال. وصرح رئيس المتابعين ماريو ديفيد بأن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة لمتابعة الانتخابات في مصر، ونحن هنا لمتابعة الانتخابات ولن نتدخل أو نشرف على العملية الانتخابية بأي طريقة